هذا لو سيرت يمنوع عشان يعملوا 1 2 3 4 ويخاطبونا نحن والقوات متعددة الجنسيات في إطار واحد، وحصروا المشكلة كلها. حوريك أنا في التحليل الباقي حصر القضية كلها هي بين منو؟ بين البرهان والجنجوي، بين البرهان ورئيس الجنجوي. كمان دعنا نقعد إحنا بتنوعنا ده عشان نعرف ندير تنوعنا كيف، يورونا هما ونعمل الحاجة دي. Yeah, the generals will also have the opportunity to send representatives so that we can move the whole country forward. طيب خدت 10 يوم اتلاقوا وجها لوجه وجها لوجه زي ما قال نميري، و14 يوم بعد ذاك للخطوة الثانية اللي هي الإمداد بتاع الإعانات والكلام ده انتبه، وبعد 21 يوم يلمونا نحن المساكين ديل نقعد عشان نناقش شأننا الداخلي ونعالج المسائل بتاعت الدايفيرسيتي والتنوع اللي عندنا ده، المالتيكالتشراليزم حقتنا الجميله دي عشان نقعد ننوعها وبتاع. بننوع علينا منو؟ كينيا واثيوبيا وجنوب السودان والصومال وكل الدول دي ذاتها مواقفها منتهيه اصلا. هل الدول دي ذاتها فيها ديمقراطيه اصلا عشان تعرف تدير لها حوار ديمقراطي بين الناس؟ بعدين الحكومة السودانية ما تذكر اسمها أصلاً، ناس الإيجاد ديل ما دارين يراعوا إنه السودانيين ديل دي حكومة، دي دولة، السودان ده دولة، فيه جيش، فيه كيزان، فيه أي حاجة. السودان ما زال دولة معلنة، ما أعلنت الأمم المتحدة إنه السودان دولة منهارة ما فيها أي حاجة عشان حتى يتعاملوا معاها كدولة أو يشيلوا اسمها من الأمم المتحدة. شفت ده الحجر ودي الخطورة بتاعت غياب العمق الدبلوماسي في الحاجات. منو اللي بيقبل الكلام ده؟ الكلام ده قالوا له منو؟ ومنو اللي حيقبله؟ هل يتكلموا مع البرهان في انه يمشي في الاتجاه ده ويقبل الاطروحه دي؟ هل البرهان قبل الاطروحه دي؟ احنا وزاره الخارجيه قالت يا اخي السودان كينيا دي ما عندنا مع اي حاجه، الناس تعمل مصالح وكده، وكلهم في سوق الله اكبر، كلهم في سوق الله اكبر. بتاع جنجوي ده ماشى وبايع ومشتري هناك وعنده شركات، خليهم يجي ينكروا كينيا يقولوا ما عندنا شركات. قابلهم وجها لوجه قال والله وشر البنية ما يضحك. طيب أولا بالعودة إلى التسجيل، ما هي الحاجات دي كلها عندها مربط فرس واحد، الكلام اللي يتقدم ده حسي اللي يتقاله وتناولنا سريع ده في مربط فرس واحد في القصة دي، أنا بربطه لك مع بعض. أولا حاجة التسجيل بتاع حميتي الأخير ده، التسجيل الأخير ده اتخدته في الـ في الـ في الـ في التراك في التست بتاع الـ AI ده ذاته بتاع أصول الأشياء زي ما شرحناه قبل كده، ماذا نعيده تاني؟ التسجيل ده فيك تها، ما هنتكلم فيه كتير. طيب الناس زي اللي تكلموا عن 10 يوم، العشرة أيام دي اللي هيتقابلوا فيه الكلام ده تقال 200 قالوا ولا ميس، باقي أسبوع للكلام ده أو باقي 8 يوم للكلام ده بالضبط. العشر يوم دي ليه؟ إما أسمع كلامه كويس يا برهان، العشر يوم دي إما يتحرك البرهان عشان ما يمشي كينيا ويتشاف محلة وجوده ويضرب واحد شطارة الإماراتيين مش كده؟ يتحرك البرهان ويتكشف ظهر البرهان وينضرب، وهم بيفتكروا انه الدنيا دي السودان ده كله والجيش ده والحياه السودانيه دي والسودانيين دي كلهم النازل بس البرهان ده، كان مات البرهان خلاص الدوله سقطت. ودي معادله انه اذا مات رئيس الجنجويد الميليشيا سقطت، لان دي اسره بعدها بيجي اخو مشكله، اذا مات اخو بيجي منه وخالتهم ولا بيجي ولا الدوله ولا بيجي دشنه. دي الحاجة اللي ما قادرين يستوعبها الكينيين، ما هي القروش بتغبي، هذول لما يدفعوا له قروش ما بكون شايف حاجة ولا فارقة في السوق شيء تمامي. إما يحركوا البرهان، إما احتمال رفض البرهان ويلام البرهان في الحرب وتستخدم كورقة عالمية في إنه يا أخي البرهان ما داري يلاقي الزول ده ولا داري يتكلم ولا داري يوقف الحرب. خلاص كويس، ما البرهان ده انت تكلم، انت البرهان ده عملته معاملة الحارب ده حق الجنرالين اتنين يبقى حلا منه، نحن كسودانيين ما عندنا مع حاجة مش كده؟
بالحساب السياسي والدبلوماسي الدولة ما عندها ما حاجة، وزارة الخارجية ما عندها حاجة مع الموضوع ده. وزارة الخارجية قالت إحنا الكينين ديل ما دارينهم نزبر ادعم الباقي كمسألة بين جنرالين، ولو مات فيهم واحد القصة بتنتهي نسبيا. مربط الفرس الدارين يثبتوا الكينين، ومصرين الإماراتيين يثبتوه، والسعوديين وكل الدول دي تثبت إنه زول ده على قيد الحياة. السبب الرئيس هو الهيكلة بتاعت البنية بتاعت القوات متعددة الجنسيات. إذا زول ده اختفى انتهت المسألة، ما في تاني حاجة الناس تتكلم عنها. شوف عشان الفصاحة ما تكتر والشغل بتاع السعادة كله، ما هو الـ AI صنع الكلام ده ذاته، هو الـ AI ده نفسه عنده الكاباسيتي إنه يعرف الكلام ده مصنوع ولا ما مصنوع. إذا أنت بتدفع هنا في البلد دي في جامعات بتدفع برضه. الغرض الأساسي ومربط الفرس هو تثبيت إنه زول ده قاعد حي يرزق. أنت حي أمرك يا أخي، أمرك مش التلفونات دي بتحدد مواقع الناس وبيقتلوها. أنت خايف للدرجة دي وعارف إنك أنت ارتكبت في السودان ده ما جرائم لا يعلم إلا الله، وكل زول لو لقى يده بيقتلك أنت وقت خايف خوف قدر ده؟ حتى التلفونات أمشي عمل لك تسجيل، أقعد في الأرض دي وسجل لك تسجيل محترم جدا، ومد بثوا الليلة ولا بكرة، أدينا لبعد أسبوع، أدينا لبس بعد أسبوع طلعوا لنا في الشاشات دي، بعد أسبوع الناس تشوفك وتشيلوا زاد التسجيل ده تدخلوا في الآية جين برضو عشان نشوف الحاصل شنو. الإماراتيين أظنهم لسه ما وصلوا المحلة دي في الشغل بالصورة والصوت، كل حاجة بالصورة والصوت ومخارج كل حاجة قاعد ده لسه ما وصلوا له. شوفوا لنا واحد زي طلعوا لنا ونحن بنعرف نتعامل معه كيف، بنجيب له قرار برضو. اعملوا حاجه زي دي امرك ابقى مارق امرك ان شاء الله دك شوت الثواني البراندي امرك، ولا بتاعت كباشي تطلع لنا 3 ثواني كده سريعات، او زي اخوك ده اطلع ورينا الحاصل شنو. الاجتهادات دي شوفوا كل اخواننا باختصار شديد، ما دارنا نطول على الناس، باختصار شديد الناس اللي دارين يثبتوا انه الراجل ده حي، وكل ما تصر وكل ما تصدر تسجيل فيك وكل ما تصدر لك حاجه اكذوبه وكل ما تقول هتقابله بعد يومين او 10 يوم، ليه 10 يوم؟ بكره ماله؟ حسي قال له يمرق حسي في كينيا هناك، جيبه في التلفزيون الكيني خليه ينضم من سرير المستشفى ولا من المغابر، جيبه خليه ينضم من هناك، اعمل الاي اي ده اعمله هناك، ولا خليه تعمل لكم الامارات وترسلوا لكم هناك. كل الخطوات دي بالنسبة لي أنا بالحساب السياسي والمنطقي ولا عقلاني، كل التصرفات دي هي عبارة عن تثبيت لأنه الرجل ده في خبر كان، ومصرين صراحة شيء جدا تدراج المسألة عشان الناس ودين هم مرتبطين بفرد. القوات متعددة الجنسيات هذه مرتبطة بأفراد، والآن بعد الأفراد غابوا من المسرح ارتبطت بغنائم وقتل ونهب وسرقة، لأن دي أخلاقهم. ما هيجيبوا لك من وين يعني؟ دي الحاجات حقتهم. ومصر الإمارات على الـ على الـ 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 المسك هذا إنه يستلم الدولة السودانية عشان يوفر لها هي الميناء ووفر لها الأمن الغذائي بتاعها. ليه هم الليلة مصر على السوفاج ديل؟ مصر على الناس اللي بيرتقوا في الجرائم ديل على وضح النهار؟ ما تقول لا يا أخي هم زالة مالتهم ونشر يعني الموضوع في النهاية دارين حاجاتهم هم. اختصبوا أخواتك إنت ولا اختصبوا أمهاتك ولا اختصبوا أخواتك ولا بناتك ولا في السودان، ما الموضوع ده ما مهم بالنسبة لهم أصلا. هم دارين الوطن دي فاضية، ما دارين إنك فيها إنت لأنك ما بتسوا حاجة، اختصار شديد جدا. فأنا بالنسبة لي كل العمل القائم ده في نهاية الأمر بيثبت إن زول ده مات. يعني حتى إذا المعلومات طلعت ورجحت كلها ما أثبتت ده، الخطة دي كلها بتثبت لي إنه زول ده في خبر كان. طيب مندوب السودان في والموقف الدبلوماسي الخارجي، إلى الآن الموقف الدبلوماسي الخارجي ما تعدل. إذا للمرة الألف أنقل المسألة دي لمنو؟ لفريق دبلوماسي يتعامل مع الكينين ديل، يتعامل مع ديل. السودانيين بيعرفوا ينضموا مع ده اللي بينضم ده، وبنسأل من الأوثوريتي، منو الأداك أوثوريتي تعمل 1 2 3 نقاط؟ ومنو قال لك انت تمشي؟ قالت الإيجاد. الإيجاد دي منو هي؟ ولا قال الاتحاد الافريقي؟ الاتحاد الافريقي ده منو هو؟
المغرو قاعد في هذه شبابها البنى البناية تحت البنى البناية زاد حقته منه بناء صينيين مشكلة الأفارقة نحن ما عندنا أي استغلالية استغلالياتكم دي دارة أي تبقى علينا نحن في السودان إذا نحن كدول أفريقية ما قادرين نحترف ببعض كدول نعالج مشاكل كيف نعالج المشكلة كيف والمستويات ذاتهم الناس اللي قاعدين في الاتحاد الأفريقي ديل والإيجاد والمجموعة اللي نازل مستواهم شنو ذاته في السياسة هم إحنا ما عارفين سيرة ذاتية لأي واحد فيهم الهسي دارين يديروا الشأن السوداني من علم إحنا ما عارفين فيهم أي زول ديل منو جنظم ده ذاته منو ومكانته شنو يا أخي ما تجمع علينا بغاث الطيور عشان يغرروا في وجهتنا نحن السودان يمشي وين حربه تقيف ولا ما تقيف دي حاجة بتغرر الشعوب السودانية بتغرر إيتا ولا غير الإيجاد ونحن فاضين لإيجاد زادوا أصلاً إحنا ما فاضين لأرزقية إحنا لما نتعامل مع دول فيها ديمقراطية وبتؤمن بالديمقراطية وعندها أخلاق الديمقراطية وبتعرف تنظم في السياسة إحنا نجيب الجنرالين فالحين وتقولنا نجيب الدولة السودانية نحن أو ممثل الدولة السودانية مع القوات المتمردة ويا أخي هم ما متمردين ده لكن دين ما سيادة البلد يا أخي ده دقلو يا أخي ده بتعذر ده دقلو الأكل أي زول الرئيس الأروس الأمرقى دي المأتشري غريب أكلوا شربوا من وين من دهب السودان إحنا لو عندنا وزارة خارجية نجيضة إحنا ما بكون عندنا علاقات مع كينيا ولا عندنا علاقات مع أي دولة ما بتحترف شوف الأس الأساسي هنا والأمر الأساسي هنا للفريق الدبلوماسي ده إذا الدولة الله أراد بها خير الفريق الدبلوماسي يثبت أي دولة ولا أي وزارة ولا أي محلة ولا تسلم على زول ذاته أصلا إلا الزول ده يثبت الحاجات الأساسية إنه القوات دي قوات متعددة الجنسيات غازية نقطة لحداك نتعامل معاك وممكن نسمع عليك لو عندك وتروح تعالج بها القضية لأنها بتبقى نظرتك قائمة على أس أخلاقي واحتراف بالدولة السودانية الدولة السودانية يا أخوانا ما محترف بها إذا أساساً أنت بتعاملهم جنرالين الاثنين سوقوا ممشي بهم إن شاء الله وجها لوجه تحرقوا كلكم أنت هو أقعدوا حلوا قضيتكم هناك بتتكلموا عن ياطو قضية أنتم أنت دار تتكلم عن قضية الشعوب السودانية وتدخلها الإعانة والسابورت وتوقف الحرب وتوقف نزيف الدم ما بتتكلم مع جنرالات بتتكلم مع الدولة السودانية والقوات متعددة الجنسيات المتمردة ده قاعد بالإفيدنس ومشروع منتهي زونا بتاع اسمه الواثق افتكر ممثل السودان في الأمم المتحدة يا أخوان إحنا ممثلنا ده لا موجود ممثلنا قال كلمة خطرة جدا قال الجنجويد بعد مقتل البقر الخميس ربنا يرحمه بعد ما قال المقتل وقال قوات الجنجويد والقوات المساندة للجنجويد عليك الله ده كلام بيقول زول دبلوماسي دول بيعرف سياسة أصلا يا أخي يقول لي هو بيعرف سياسة من وين هو حزب أمه وحزب أمه كان عنده موقف كويس شاطر الولد في موقف وقف وكتب الليستة تتذكروها اللي فيها السفر اللي كانوا رفضوا الموقف ده من البرهان موقف الانقلاب جاء تاني ومن جاءت بواسطة مريم جابوه خدته هناك ما يهى الوساطة زبحت البلد لحد هسي نحن الناس اللي قاعدين بالمناسبة السفراء والملحقين والناس اللي قاعدين في السفارات دي كلهم كيزان وحزبهم أحمد عاج أحمد وحزبهم في مجلس تتوقع منه شنو يكون يعني إنه يذبح السودان وخلوه في الموقف الضعيف ده ما تقعد في مجلس الأمن ده تتكلم في الحاجات الأساسية وتتكلموا مع الكينيين ديل منو قال لك خطة نقاضية ومنو انت قال لك إحنا داني ذات برهان يقعد مع الزول الميت اللي بتحي فيه بالعافية ده منو قال لك السودانيين منو قال لك أصبر وشوف مواقفنا بتبقى كيف هسا في كل عواصم العالم ويوم الجمعة الشعوب السودانية يقول عندها كلام ربنا يفتح بصائر السودانيين يا أخي ربنا يفتح بصائرهم نسأل الله أن يفتح بصائر السودانيين وعلى الإدارة كيف إن شاء الله تمام والله الحمد لله طيب أول حاجة القوة دي أصبحت متمردة صح
يتكلم عبر الخنوات يصرح عديل انا والي ولايه قلبي دارفور خميس عبد الله بكر انا ارفض اي مليشيا يكون قاعد في المحل ده. الجيش طوالي اوريدي بدعمه حتى اللي يمشي يجبر السلطان ويجبر الادارات العاليه يكون يصرح في الاعلام، لكن هم لونهم بقى رمادي، لونهم بقى رمادي. الدول الوحيد هسه ده بس ياسر، يا مش ياسر يا اخي ياسر ما بتاع شنو ده اسمه يا اخي مالك عقار، امبارح جاء يتكلم في قناه الجزيره قال كلام انا بجيبه لكم هسه يمكن في ناس ما شافوه. بسم الله العظيم ده لو سكران ما بقول كلام زي ده تمام، ده لو دول سكران بتاع. المهم المغفره للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وعوده حميده للمفقودين مجددا، وانتم منصورين يا جماعه، منصورين دي ما دري اثنين ثلاثه، منصورين دي ما دري اي زول يتغالب في النصر حقكم ده ما دري بتاع. انا ضربت لكم المثل وتلك الامثال نضربها على الناس لعلهم يعقلون، ضربت لكم المثل بجنوب السودان وعصر القوات المسلحه، الجيش السوداني الحسي قاعد ده اساله قول له الجنوب ده مش كان مستلم منه 80%؟ اي حتى في واحد عسكري بتاع الجيش تابع للسودان ده قاعد في جنوب السودان ما موجود، عملوا اتفاقيه قعدوا فصلوا بلدهم، ولا ابو جنيفيت ما ابو جنفوت ده كبير ابو جنيفيت ما موجود. مع السلامه. ما في زول عندنا ثلاث خيارات قدامنا ومنصورين، الخيار الرابع ده انتوا امشوا السفارات انا وريتكم اشتغلوا يا جماعه شغلكم برضو، والخيارات الثلاثه يا الجيش ده وقف معانا اتنصرنا يا نحن ثبتنا برانا كده اتلمينا كده دقشناهم يا هم يا نحن يا كمان انفضل يا انفصلنا. دي ثلاثة خيارات قدامكم، واي خيار ناجح كونوا تتلموا كلكم من جميع الاتجاهات مليون 2 مليون تفجغوهم ده برضه خيار ناجح. الجيش يقف معاكم والله يا اخي ده برضه طبعا حاجه بترجع للجيش، ده الخيارات ده كلها ما نفعت. الخيار الثالث ده ونحن نكون ثابتين ودعما للجيش واضح ونحن ما بنشق الصف وقاعدين كده رقمي انه ما ادري يجي معانا نكمل للنهايه. الزول القاعد ده ان شاء الله لو البرهان ذاته حاكم نمشي يقول نقعد معه زي بتاع جنوب السودان ده، ونحن ذاته ما محتاجين تصويت، ان الاتفاقيه اسمها فك الارتباط تمام؟ نجيب الاتفاقيه نحطها كده الناس الزمان والقوه يجوا فرنسا بريطانيا كده بتاع امريكا هناك نحط الاتفاقيه ونقول لهم يا جماعه مع السلامه، عندنا الحق ثاني بعد ده يكون عندنا دبابات وعندنا طيران، الجنجويد ده نحفر حفره اسمها الاخدود. طبعا زمان كان الملك حفر الاخدود وداري يجبر الناس يخشوا في دينه، فدول الرفض بعدين بدوه في الاخدود ده الاخدود النار ذات الوقود اسهم عليها قعود نحفر الاخدود نار نحفر جوا حريق جهنم نرميم واحد ورا واحد وان باي وان نفسي. قلت لك الجنوبيين دول كانوا اكثر ناس مستضعفين، الان انت كجنجويتي امشي جنوب السودان قول بغنى. انا طبعا بعد الانتصار مشيت جنوب السودان ومشيت الحمد لله عملوا مطاعم سمحه والامور طيبه، لكن الحاجات كان غاليه شويه. فكان ما في زول بيقدر يفرفر هناك في الجنوب، يعني احنا كنا بنقعد بنشرب الكوبايه بتاع اللبن الكبيره دي وبتاع. فاي زول قال لادم بدو دقوق في راسك زي ده اسكت يا نجاراي يقول لك انت نجاراي ولا شنو؟ نجاراي يعني يا معرس قفل ما تقدر. الجنوب ده ترى كله كان في سيطرة الجيش، امشي اسال النظام ده الفات والقاعدة. الان اتفاقية بس حصل انفصال نحفر الاخدود والنار ذات الوقود نرميم في الاخدود ده في الحفرة دي نار جهنم. احنا منصورين ده بلدنا باوراقنا، ما في زول قاعد معانا في البلد ده عنده وطن معانا. اتحداهم في اتحاد اوروبي هنا اللي يخش المتحف الفرنسي جيبوا اتفاق الجولان انت برو. انا بعرف اقول يا زول جيب من وين انت ما بتنتمي للقبائل دي، انت ما عندك حاجه معانا. الوطن يا اخي مرقنا منها عديل زي الجنوبيين كانوا مرقوا منها عديل، الجنوب ده خلوا ذاته عديل في النهايه هسه استلموه ولا ما استلموه؟ ما وطاتهم حقه. والزول البجي دقيقه زين فارات طبعا ما جايبين للدنيا خبر، مفتكرين الناس اللي قاعدين في معسكرات النزوه واللجوء اللي قاعدين في تجار بيكونوا قاعدين كده لغايه يوم القيامه. ما عندك حاجه اي احط عليك ده اي عربي في دارفور ما عنده وطن دك كده احط عليك عديل ده اي زول بيقول انا عربي في دارفور انت ما عندك وطن. يا سلام موضوعك ما يقدر تعيش مع الناس زي الجزائريين والمغاربه جو يتزوجوا مع الفرنسيين وقعدوا مع الفرنسيين ويحترموا نفسهم وبقدموا الدوله الفرنسيه تتحشر مع الناس
وتتزوج مع الناس وتتبل مع الناس وتقعد مع الناس وتحترم نفسك. لكن كونكم انتم كتله كده كعربيه ككتله كده في دارفور في المستقبل ما عندكم حاجه. والله يا ابو عريض دايرين المغاربه تتبل هنا الخواجه يعرف حبوبتك حبوبتك هنا كده الخواجات تتخلص مع الجزائريين والمغاربه والتوانسه وما في ذات زول بيقول لك انا مغرب ولا جزائري ولا تونسي. انتهوا موظفين كلهم في الدوله بيقوا سمسم تواتر هم السنغاليين والماليين وحجر الستين بتاع الصينيين دايرة تتحجر. لكن كونكم تعاملوا كتله عربيه تقعدوا طرف هنا ما عندكم معانا حاجه. انت عطونا في ظهرنا جدودنا وجدود جدودنا قطاركم قطعة وطا قعدتوا تمرحوا وتاكلوا في اراضينا نحن دايرين تجي تشيلونا نحن يا اخوي. والله اسال الحكومه السودانيه دي حكومه بطيرانه ما قدرت تشيل الوطن بتاع الجنوبيين.